بسم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد ونبينا ورسولنا عليه الصلاة والسلام. الحمد لله الذي بنعمته تمت الصالحات. وهذا المقطع اللي راح نديره ربي يجازي كل واحد، وربي يجازيكم، ربي يجازيكم في الدنيا ويجازيكم في الآخرة إن شاء الله. ربي يحفظكم ويحفظ الجميع اللي ساهم في هذا الامر تاع عبد الرؤوف، اللي عاونوا بالقليل، اللي عاونوا بالكثير، اللي عاونوا من البلاد، اللي خرج على البلاد، خوتنا اللي راهم في الغربه. ربي يحفظ كل واحد، الجميع اللي قال كلمه طيبه ربي يجازي عليها ان شاء الله. المهم احنا بالمسلمين الحمد لله، ولكن الحمد نعمه الاسلام اللي خلانا الامر هذا، اعطانا ربي رحمه رانا نمشوا بها. يكثر خير ربي، يكثر خير ربي، يكثر خير ربي. وهذو العباد ربي يجازيهم، اللي قال لي كلمة طيبة واحدة في الفيسبوك يكثر خيرهم، يلقاها عند ربي. حنا واش نحوسوا في هذا الوقت اللي رانا فيه؟ الرحمة هذه نمشوا هكذا، أنت تمشي بالرحمة تاع اللي عطانا ربي نمشوا كاع بها. وربي يجازيكم إن شاء الله. جميع اللي ساندنا وجميع اللي بارطاج، اللي دار بارطاج صغير هكذا كتب كتيبة ربي يجازيها عليه. واللي دار حاجة صغيرة ربي يجازيها عليها. وهذا الطفل هذا راه وليدنا. بكم انتوما ربي يجازيكم ان شاء الله، هي بفضل تاع ربي سبحانه، هي كاع الاثار يا ربي سبحانه، هي كاع ربي، كاع ربي هو اللي راه يسير في هذا الامر. والعباد هذا ربي سخرهم لهذا عبد الرؤوف، ندعو له دعوه ان شاء الله ربي يشافيه ويولي عافيه ان شاء الله من البلاد الغربه، يعاود يجي بالصحه وان شاء الله يدير عمليه تاعو ناجحه ان شاء الله. وندعو ليه وندعو كاع كف المسلمين ان شاء الله. الجميع اللي راه مريض ربي يشافيه، واللي راه ميت ربي يرحمه. واش ندعو؟ ندعو مازال الخير لقدام. احنا بهذا بالناس واحد اخرين رانا هنا وربي معانا، اللي نقدروا نديروها نديروها. وربي يجازيكم، ربي يجازيكم، ربي يجازيكم. الخير تلقاوه عند ربي، وفي الدنيا يبعد عليكم البلاء، يبعد عليكم المصايب، يطفي غضب الله. والله صدقني بالله يا أمنية الميت لو كان يعاود يحيى يتمنى الصدقه. هذه كلام ربي، يتمنى الصدقه. واحنا الحمد لله وفينا الامر هذا، يعني لا يمنع باش يروح عبد الرؤوف. واش طلبنا؟ طلبنا حوالي 200 وقلنا 190 حتى 200، والحمد لله ولكن الحمد. انا لحقنا حوالي 210، ربي يجازيكم من الفوق. هذوك العشره اذا كانوا هما يروحوا هذو الناس يروحوا للطرق ان شاء الله الى حيانا ربي. حنا باش المهمه تاعنا كملت، ما كملتش. نتبعوهم حتى للطرق، وكاين اتصالات كاش ما يخصهم نعاونوهم منا بحاجه قليله. كاين عباد يلقاو ثم، يعني عباد يقوموا بهم، يعني ربي معنا ان شاء الله. والله ما يضيعوا، واجركم والله ما يضيع. واش نقول لكم؟ ربي يجازيكم وبارك الله فيكم وبارك الله فيكم. عبد الرؤوف راك فرحان؟ فرحان يا عبد الرؤوف. قول لهم للناس هذو بارك الله فيكم. بارك الله فيكم. شكون يجازيهم ان شاء الله؟ الله. الله هو اللي يجازيهم. ربي يشافيك ان شاء الله. ربي يشافيك خويا. سامي خويا. بارك الله فيهم الناس الدنيا يعملوا، بارك الله فيهم كفر خيرهم، ربي ان شاء الله ربي يعطيهم خيركم كل جهه ان شاء الله يا رب العالمين. ان شاء الله.